بيكم في محاضرة النهاردة تحت رعاية شركة Equity Global Markets. هيكون معاكم أماني رشيد، محللة فنية في مجموعة Equity. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو إزاي نقدر نحدد الإطارات الزمنية وفقا للشخصية بتاعتنا. ناس كتير في المحاضرات اللي قبل كده لقينا ان السؤال ده بيتكرر كتير، هو انا اتداول على انهي فريم، او انهي مثلا الاستراتيجيه، او انهي مؤشر ينفع على الفريم ده، او مثلا انهي فريم بيحقق نسبه ارباح اكبر. دايما السؤال ده حتى لو مش في المحاضرات اللي قبل كده، فهو دايما السؤال ده بيتردد كتير. هنلاقي السؤال ده دايما موجود قدامنا، هو ازاي انهي اطار زمني احلى من التاني. فالمحاضرة النهاردة احنا هنتكلم فيها عن ازاي تحدد بقى الاطار الزمني المناسب ليك وفقا للشخصية بتاعتك انت. طيب، هو المحاضرة النهاردة في الأول هتكون نظرية، على عكس المحاضرات اللي احنا بنتكلم فيها دايما بشكل عملي وبنطبق على الرسوم البيانية والكلام ده. لا، هو المحاضرة النهاردة يعني هتبقى نظرية أكتر، بس على الرغم من هي نظرية لكنها مهمة جدا، ماشي، وتعتبر من واحدة من أهم المحاضرات اللي ممكن يعني لازم نهتم بيها، وبالعكس لازم أول ما تنزل إن شاء الله على الموقع أو على اليوتيوب لازم نعمل لها سيف عندنا بين الوقت والتاني، لازم ندخل نسمعها، لأن هي بصراحة يعني هتأثر عليك جدا وهتأثر في التداول بتاعك جدا. النفسية، لازم نكون عارفين ان النفسية تعتبر من اهم الاسباب اللي ممكن تساعدك على تحقيق ارباح. يعني ممكن النفسية دي تبقى عامل مهم جدا ان انت تحقق ارباح كبيرة جدا، وفي نفس الوقت النفسية برضو ماشي هي عامل ذو حدين، يعني ممكن تخليك تخسر بشكل ان انت تيأس وتخرج من السوق بتاع التداول ده نهائي. احنا في البداية علشان نقدر نحدد اي اطار زمني، المفروض انك كمتداول تفضل التداول عليه وانك تتريد عليه، ان احنا لازم نحدد موقفنا ايه من السوق. يعني انت بتتداول ازاي؟ هل انت متداول متفرغ، يعني التداول ده شغلتك الرئيسية او اللي هي مصدر رزقك الرئيسي، ولا انت بتاخد التداول ده كاستثمار بجانب وظيفتك الاساسية وبتتداول بس في اوقات فراغك او اجازاتك او بعد انتهاء الدوام بتاعك؟ الأمر ده يا جماعة يعني لو جاوبنا بنفسنا عليه، كل واحد لو جاوب عليه ده أول سؤال ممكن نسأله، هو أنت متداول، أنت بتستخدم التداول في سوق العملات ده إيه؟ هل أنت متداول متفرغ ولا أنت بتتداول بجانب وظيفتك الأساسية؟ يعني هل ده التداول عندك شغلتك الأساسية مصدر رزقك الوحيد، ولا أنت بتتداول عليه لزيادة أرباحك أو زيادة مكسبك أو زيادة رأس مالك؟ السؤال ده هيوفر علينا مشوار طويل جدا، اللي هو إزاي نقدر نعمل استراتيجية التداول الخاصة بينا. طبعا لازم نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، وهي إن تحديد الإطارات الزمنية مش الهدف الوحيد اللي بنهتم بيه، ماشي، او ان احنا نصب عليه اهتمامنا بس، لكن هو واحد من اهم الاسباب، تمام، اللي هو قبل ما نبتدي نتداول لازم نركز عليه. هو مش السبب الوحيد اللي المفروض نركز عليه، احنا المفروض نركز على حاجات كتيرة جدا، زي برضو إدارة المخاطر، رأس المال، شروط الدخول اصلا بتاعت الاستراتيجية بتاعتك، انت بتستخدم انهي تحليل، بتستخدم انهي مؤشرات. لكن وانت بتعمل استراتيجية التداول اللي هي 1 2 3 بتاعتك، اللي هي انت لو توافقت الشروط دي ادخل ابيع واشتري، لازم تعرف انت اصلا هتتريد على انهي اطار زمني. ممكن ناس يجي يقول لك اصل الاستراتيجيه دي مش هتنفع غير على الاطارات الصغيره او مش عارفه على ايه، وانت تروح داخل الاستراتيجيه دي. لا، هي ممكن تكون اصلا الاستراتيجيه او المؤشرات دي مش بتاعتك انت، ممكن تكون انت يعني شخصيتك لازم، ما ينفعش انك تتداول على مثلا الاطارات الزمنيه الصغيره، انت من الافضل ليك ان انت تتداول على اليوم او على الساعه، يعني ممكن، ليه لا، بس اهم حاجه ان انت لازم تكون يعني حاطط في اعتبارك دايما ان تحديد الاطار الزمني ده من اهم العوامل اللي احنا لازم نخلي بالنا منها ونركز عليها واحنا لسه لو مبتدئين بندخل في التداول وبنبتدي نبني استراتيجية التداول بتاعتنا. لو احنا حتى
بقالنا فترة في السوق، فدي ممكن تكون يعني ايه اعادة وقفة مع النفس، اللي هو احنا هل انا ماشي في الطريق الصح ولا انا ماشي في الطريق الغلط. حتى لو انا بحقق ارباح، هل الارباح دي بتيجي بالصدفة ماشي، ولا هي انا ماشي صح في الاتجاه الصح بناء على شخصيتي اللي هي طبيعة. كل واحد ليه شخصية وكل واحد ليه يعني خصائص او صفات بيتميز بيها عن الناس التانية. احنا النهاردة الواجب بتاعنا ان احنا نوظف الصفات بتاعتنا دي في الاتجاه الصح. في حاجة قبل ما نبتدي ممكن نعملها مع بعض، تمام؟ كل واحد فيكم ممكن يجيب ورقة أو قلم ويكتب الملاحظات أو النوتس اللي احنا هنكتبها دلوقتي أو هنقولها دلوقتي، ماشي؟ وهنجاوب على يعني عدد من الأسئلة. فأنت بعد ما تخلص مثلا المحاضرة النهاردة أنت ممكن تكتب النوتس، أو أنت معايا وأنا بقول لك مثلا أنت كذا، تقول أه صح أه غلط، ماشي؟ تكتب الملاحظات، هو انا ايه المفروض مثلا لو متداول يوم يبقى اعمل ايه، لو متداول طويل المدى اعمل ايه، الحاجات دي كلها، تمام؟ وبعد كده بعد ما المحاضره تخلص تقعد تراجع مع نفسك ايه هو اللي انت استنتجته من المحاضره النهارده. ده هيساعدنا جدا في ايه بقى؟ ان انت بعد كده مش هتبص على، في ناس اول ما بتيجي تفتح الشارت الصبح، تمام، تروح جايه فاتحه الدقيقه، فاتحه ال5 دقائق، فاتحه ال4 ساعات، فاتحه اليوم، فاتحه الشهر، تفتح كل الفريمات، تمام، وعلى اساس اللي هو ايه الصفقه اللي هتطلع معاه او اللي هو شايفها فرصه حلوه يدخل يبيع ويشتري. طيب ده مشكله كبيره. اول حاجه ان انت كده بتضيع وقتك، تمام؟ فانت لو بتشتغل حاجة تانية جنب شغلانتك جنب التداول، فانت كده يعني ولا هتطول التداول ولا هتطول ان انت تنجح حتى في حياتك العملية، تمام؟ في حاجة كمان، ان انت ممكن كتر ان انت تبص على اطارات زمنية كتير، ماشي، او على كل الاطارات الزمنية، ده هيخليك من الاخر تاخد قرار غلط مهما كان ايه هو القرار ان انت هتاخده. حتى لو طلع صح النهارده فبكره هيطلع في المقابل 2 غلط او صفقتين غلط، مش صفقه واحده هي اللي صح، تمام؟ فالنهارده ده هيساعدنا كتير، محاضره النهارده هتساعدنا كتير ان احنا ما نبصش بعد كده على فريمات كتير، ماشي، وان عشان نمنع نفسنا من عمليه التشتت. بالعكس انا ممكن مثلا اكون انا كشخصيه مثلا ان انا اتداول مثلا على الساعه او ال4 ساعات، تمام، انا من كتر ما انا بتفرج على الشورتات كتير وعلى الاطارات الزمنيه كتير هبص هلاقي ان الفرص اللي على الساعه وال4 ساعات بتضيع مني، وبدل ما كنت هحقق صفقه واحده كسبانه فانا ممكن في المقابل اللي انا بعمله ده هحقق صفقتين خسانه، او يعني ان انا ايه اخسر من الاخر، تمام. من الاخر تداول بناء على يعني توافق الاطار الزمني مع شخصيتك، ده هيساعدك كتير ان انت تحقق ارباح حلوه في التداول، تمام كده؟ كله معايا ولا؟ تمام، نكمل. طيب في عندنا هنا 3 انواع من المتداولين في سوق العملات، تمام، بتتقسم الى متداول قصير المدى، او اللي هو بنقول عليه بمعنى مختصر اكتر المضارب في سوق العملات، وده بيتداول على الفريمات القصيره زي الدقيقه وال5 دقائق وهكذا، وهنوضح مع بعض دلوقتي خصائص كل متداول. تاني نوع هو متداول اليوم، وده بيفتح صفقة غالبا وبيقفلها قبل ما اليوم يخلص، يعني متداول يوم صفقة واحدة غالبا، ممكن صفقتين بالكتير خلال اليوم، ممكن على آخر اليوم ان هي، او ما بيفضلش متداول اليوم ده ان صفقات تقعد اكتر من يوم او يومين بالكتير، ممكن نلاقي على قبل نهاية اليوم الصفقة خلصانة، سواء بقى بالربح سواء بالخسارة. وتالت نوع وهو متداول طويل المدى، اللي هو من الاخر بيفتح صفقة وبينساها، تقعد بقى باليومين بالاسبوع، وفي كمان ممكن توصل بالشهر، خلاص هو فاتح صفقة وخلاص سايبها،
وخلاص يعني ده مكمل في حاجات تانية، وما بيحبش يتفرج كتير او يراقب كتير الشورت، يعني بيتوتر لما بيراقب كتير الشورت، فبيفتح صفقة ويقفل ويسيبها بقى المدى النهائي. تمام. طيب قبل ما نتنقل على كل شخصية من المتداولين، في حاجة يعني منتشرة جدا، مش في خطأ شائع جدا بيقع فيه الناس المبتدئة أو الناس اللي لسه داخلة السوق، وأحيانا كمان ناس بقالها فترة، إنهم بيفتكروا إن تحقيق أرباح كتير بيعتمد على أي إطار زمني بيتبعوه. يعني مثلا يجي واحد يفتكر إنه لو دخل تداول أو صفقات على فريمات صغيرة زي الدقيقة أو الـ5 دقايق، الصفقة هتتحرك بسرعة للهدف ويحقق أرباح كتير، بمعنى إن هو كل شوية يعني مثلا النهارده فتح 3 4 صفقات، فهو فاكر ان هو بالـ3 4 صفقات يبقى هو بيعمل ربح اكبر من المتداولين التانيين. عشان كده في ناس ممكن تكون قبل ما تعرف هي شخصيتها متوافقه مع الـ5 دقايق واللي هو التداول سريع المدى يعني على الفريمات القصيره، هل هو هينفع ولا مش هينفع معاه، هو بيبص ان انا ده انا متداول اليوم ومتداول طويل المدى، ده بيفتح صفقة يا عم كل كام اسبوع مرة او كل كام يوم مرة، لا ده انا عايز احقق ارباح، او ما اعمل ايه، ادخل صفقات كتير يعني ادخل على الفريمات الصغيرة. طبعا ده خطأ شائع وخطأ يعني اللي هو ممكن يعني يخلينا نخرج خالص من السوق ده. الخطأ ده بيتمثل ان مفيش حاجة اسمها ان كل ما نصغر الفريم كل ما نحقق ارباح اكتر، لان برضو الفريمات الصغيره دي فيها ريسك او مخاطره، ان الصفقه تروح بسرعه نقطه وقف الخساره، زي ما هي هتروح يا جماعه بسرعه للهدف فهي هتروح بسرعه لوقف الخساره، يبقى انت عملت ايه؟ لا ده انت كمان بدل ما كنت هتدخل صفقه واحده خلال يومين ماشي، حتى لو هي وصلت للخساره فانت بتدخل 3 4 صفقات والاربعه وصلوا للخساره وتتوتر اكتر فتدخل صفقات اكتر. فالموضوع يعني مش منطقي خالص الاعتقاد ده ان انت كل ما هتصغر الفريم كل ما انت هتحقق ارباح اكتر، لا مفيش الكلام ده. ده بالعكس في ناس كمان بتقول ان مخاطره ان التداول على الفريمات الصغيره دي فيها ريسك اكتر، فيها مخاطره اكتر من انك تتداول على اليوم او على الـ4 ساعات او هكذا. تمام. وفي الاخر برضو الموضوع هيوصل في النهاية ان هو هيحبط، الانسان ده هيحبط من كتر ما هو بيدخل مثلا 3 4 صفقات في اليوم والصفقات توصل للخسارة او 2 حتى منهم توصل للخسارة، يعني 50% انت كده وبتصاب بالاحباط، وبالتالي لا يا عم انا السوق ده مش بتاعي، وتخرج من غير ما انت تحاول اصلا تشوف هل انت هتنجح ولا لا. طيب احنا قلنا تمام ان احنا عندنا 3 انواع من المتداولين في سوق العملات، المضارب اللي هو متداول قصير المدى، والمتداول اليوم واللي هو المتداول اليومي، والمتداول طويل المدى. احنا هنيجي على اول نوع وهو المضارب في سوق العملات. المضارب ماشي او المتداول قصير المدى هو باختصار ماشي ممكن نعرفه بأن الشخص الوحيد اللي بيدخل في عدد صفقات كتير في وقت قصير، زي ما احنا قلنا ان ممكن يدخل 3 4 صفقات في اليوم، يعني مثلا ممكن نلاقيه توصل في بعض الأحيان مش 3 4 صفقات، ده ممكن كمان يوصل لي 6 7 صفقات في اليوم. ما هو لو بيتفيت على الدقيقة فالصفقة خلال مثلا 10 دقايق خلاص هي وصلت للهدف يا وصلت للخسارة، وهكذا. ليه؟ لأن كمان الهدف بيبقى قليل جدا أو حتى وقف الخسارة بيكون قليل. تمام. الشخص ده بيتداول على الفريمات القصيرة زي الدقيقة والـ5 دقايق، أخره في التداول الـ1/4 ساعة، يعني هو ده المتداول قصير المدى. يعني هتلاقيه دايما بيراقب الدقيقة الـ5 دقايق والـ1/4 ساعة. طيب بالنسبة للسؤال المهم ان هو انا اعرف ازاي ان انا كمتداول ممكن انجح لو تداولت على فريمات قصيرة، يعني بمعنى اصح ايه هي الخصائص التي يجب التحلي بيها، يجب ان يتحلى بيها المضارب في سوق العملات.
تمام. في عدد هنا من الصفات اللي هو صح متداول السكالبنج، صح كده، هو بنقول عليه مضارب او المتداول السريع المدى او حتى السكالبنج اللي هو بيكتفي بيه ربح 10 نقط وخلاص على كده، تمام. ايه هي بقى الصفات اللي بتخلينا نقول ان انا كمتداول انا ينفع انا من النهارده هبتدي اراقب الفريمات القصيره بس؟ برضو زي ما قلنا لازم نكون واقعيين مع نفسنا، لازم نجاوب على الاسئله دي بمنتهى الشفافيه مع نفسنا قبل ما نقول اه ده صح اه ده صح او اه ده غلط. لازم نكون عارفين نفسنا اكتر، هل انا فعلا كده ولا لا، تمام. اول حاجه ان هو بيفضل طبعا لو هو متداول متفرغ، يعني التداول ده هو رزقه الوحيد او هو مكسب عيشه الاساسي. متداول متفرغ هو بيكسب وبيحقق بيجيب فلوس من التداول بس، مش بيشتغل حاجه تانية خالص مع التداول. ده هيساعده في ايه؟ ان هو هيتيح ليه ان هو يبص كتير على الشورت او الرسم البياني. هو متداول متفرغ ما بيعملش حاجه غير ان هو بيصحى من النوم، ماشي، عامل لنفسه مكتب كده في الشقه او في البيت بتاعه. كل اللي هو بيعمله ان هو بيصحى يبص على التداول كام ساعه هو محددهم مع نفسه، وبيدخل صفقات. ما بيعملش حاجه غير ان هو في الوقت ده ان هو بيفتح ويقفل في الصفقات، هو قاعد مراقب الشرطه في خلال الفتره اللي هو بيقعد فيها. عشان كده هو بيراقب، على مش هيفضل قاعد واحد متداول متفرغ وده الرزق بتاعه الوحيد وهيفضل يراقب مثلا اليوم ولا الشهر، يبقى هو كده مش هيكسب ولا هيخسر ولا هيعمل اي حاجه في حياته. فهو بيبقى عايز يفضل يراقب الشورت كده على طول، ماشي، يبقى الدقيقه ال5 دقائق ربع ساعه اخر، تمام. تاني نقطه ان بالنسبه دي بقى بالنسبه للسيدات نوعا ما اللي ملهاش وظيفة تانية، لازم برضو تسأل نفسها، مش معنى ان انا قاعدة في البيت او ان انا ما بشتغلش يبقى انا كده هبقى مضارب او سكالبنج، يعني انا هتداول سكالبنج بعد كده، لا. لان لازم تسأل نفسها سؤال مهم جدا، هو هي بيبقى او الشخص ده بيبقى عنده وقت فراغ او وقت كافي وهي في البيت ان الشورت يكون مفتوح قدامك دايما ولا لا؟ او خلال مثلا 5 6 ساعات هل الشورت، هل انسي مستعدة ان انت فاضية في البيت او مواكيش التزامات قوية ان انت تقومي كل شوية، او ان انت يعني هو انا خلاص انا قاعدة مقيمة في البيت بس انا مش هعمل حاجة، اكيد مش طول اليوم، خلال الكام ساعة اللي انا محددهم انا مش هقوم من على الرسم البياني او ان انا مراقبة على طول الرسم البياني، هل انا كده ولا هل في التزامات تانية في البيت بتمنعك ان انتي تراقبي دايما الشورت او يحصل حدث مثلا تضطري تقومي وتقعدي وهكذا، يبقى على اوقات متقطعة، تمام. تالت نقطة، وده طبعا امر مفروغ منه، ما ينفعش انسان مش صبور ويراقب ويكون مضارب يقول انا مضارب. انت انسان صبور ولا لا؟ لازم تكون عارف الموضوع ده، هل انت انسان صبور في حياتك الاجتماعية وحياتك بشكل عام ولا انت انسان مش صبور، تمام. ليه؟ لان لو انت انسان مش صبور يعني انت مش هتستحمل من الاخر ان صفقة تفضل مفتوحة عندك كام يوم، اللي هو انت يا هتقفلها يا على ربح يا خسارة في النهاية. ليه؟ لان انت مش قادر تستنى هو الصفقة هتروح للهدف بتاعها ولا لا، تمام. فانت لو انسان مش صبور فانت هتبقى عايز صفقات تيجي وتخلص بسرعة، تدخل وتخرج بسرعة حتى لو كانت على خسارة، فمهم ان انت خرجت، تمام. يعني انت مش هتستحمل انك تشوف السعر بيتحرك من غير ما تاخد اكشن، هتاخده. فبدل لما تيجي لو انت مش صبور تيجي مثلا تقول انا هتداول على اليوم او على ال4 ساعات او كده، هتيجي عند اول شمعة كسبت مثلا 20 نقطة هتقول لا 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 كويس ال20 نقطة ده انا خارج. ومع ان ممكن فعلا تكون الصفقه التارجت بتاعها 100 نقطه ممكن توصل ل 100 نقطه بس انت ما خدتش منهم غير 20، وفي المقابل الصفقه لو عكست عليك هتتوتر وتروح قافلها حتى لو هي بعد ما تعكس هترجع تاني للاتجاه العام بتاعها.
فتيجي تقول اول لما تيجي تخسر مثلا الصفقه 20 30 اتعكس عليك 20 30 نقطه، وانت مثلا حاطط لو انت متداول طويل المدى وحاطط مثلا الستوب لوس 100 نقطه والتارجت مثلا 200 نقطه، هتيجي عند اول 30 نقطه انعكاس عليك هتروح قافلها، مش هتستحمل ان هي توصل حتى ل 100 نقطه. تمام. اخر ده يبقى كده في النقطة بتاعت انت انسان صبور ولا لا. اللي هو خلاص يبقى انت كده الافضل ليك ان انت تدخل على الفريمات او على الاطارات الزمنية قصيرة المدى، اللي هي يعني من الاخر بالكتير او التارجت بتاعها يبقى 20 نقطة ونقول ده كتير، او 30 نقطة ونقول ده كتير قوي، ده يعني صفقة كبيرة، اللي هو يعني انت خلاص خلال ساعة ساعتين بالكتير، ده لو حتى وصلت كمان للساعتين يبقى انت كده تمام، انت في الاتجاه الصح، يبقى انت خلصت من الموضوع ده. اخر بقى خاصية ان انت لازم تكون انسان متفائل، يعني ان انت من الاشخاص المقبلة على الحياة ومبتيأس بسرعة، عندها شغف من الاخر. تمام. الموضوع ده لازم يا جماعة نجاوبه بجد على نفسنا بكل شفافية. ليه؟ هل انت انسان متفائل ولا انت انسان متشائم؟ انت انسان عندها شغف، من الناس اللي عندها شغف في الحياة ما بتيأس بسرعة، ولا انت عند اول مشكلة بتقع فيها خلاص بتفتكر ان دي نهاية العالم؟ انت لو عندك شغف في الحياة وانسان متفائل دايما، فده هيساعدك كتير ان لما صفقة تخسر ماشي تقدر تدخل واحدة تانية في نفس اليوم وانت مطبق شروط الدخول الاستراتيجية، مش بتدخل عشان تعوض المكسب والخسارة او تعزز المكسب او تقلل الخسارة اللي انت تعرضت لها، لا انت بتقدر تفصل، انت متفائل عارف ان انت حتى لو صفقة خسرت فيها فانت طول ما انت مع الاستراتيجية بتاعتك، او طول ما انت بتطبق شروط دخول الاستراتيجية بتاعتك، طول ما انت ماشي في الاتجاه الصح خلاص انت ما يهمكش لو صفقة خسرت، هتقدر تدخل واحدة تانية وانت من غير ما النفسية تأثر عليك. تمام. يعني ان بمعنى اصح ان الصفقة لو خسرت ما بتأثرش عليك بالسلب، ما بتيأس، ما بتضطرش انك او بتتوتر وتروح داخل صفقات غلط علشان تعوض الخسارة دي، لمجرد انك تعوضها بس. تمام. هي دي الصفات اللي انت لازم كمتداول، لو انت شايف نفسك ان انت عندك الصفات دي فخلاص انا من رأيي خلاص ما تكملش المحاضرة وادخل في ادخل بعد كده، يعني خليك مضارب بعد كده وادخل في الفريمات القصيرة زي الدقيقة والخمس دقايق وهكذا وخلاص. تمام. لو انت شايف ان هل في نوع ممكن ايه نشوف بعد كده بقية الخصائص. تمام. اهم حاجة ان انت بتعمل تشيك او صح على هل انت كده ولا لأ، وان شاء الله لما المحاضرة تنزل على الموقع كل شوية خليها بين الفترة والتانية عندك علشان خاطر تقدر تعرف بالظبط، يعني حتى لو نسيت في وقت ما او كده يبقى المحاضرة دي عندك. تمام. ايه هي بقى مميزات وعيوب المضاربة في سوق العملات؟ ما هو انا مش معنى ان انا اقول ان الخصائص دي عندي يبقى انا كده ماشية 100% صح وخلاص انا كده مش هخسر ولا هيبقى في حاجة وتمام، والمضاربة دي احسن حاجة وكده. لا، السكالبنج او المضاربة ليها خصائص، ليها مميزات وطبعا ليها عيوب، لازم نكون عارفين قبل ما نقول انا مضارب او متداول سكالبنج، لازم اكون عارف المميزات والعيوب بتاعتها. بالنسبة للمميزات، أول حاجة إن أنت المضاربة بتدينا فرصة إن احنا ندخل كذا صفقة في اليوم الواحد، يعني عدد الصفقات كتير. تمام. دي ميزة ممكن البعض يشوفها حلوة جدا، يعني إن ليه بقى؟ لأن الصفقة عندي بتكون الهدف أو نقطة وقف الخسارة بتكون صغيرة، وبالتالي السعر هيوصل بسرعة سواء بقى للهدف او سواء لا قدر الله الى نقطة وقف الخسارة، وبالتالي هيتيح لينا ان احنا ندخل بعد ما الصفقة تخلص ندخل صفقة تانية، يبقى ان احنا نفتح من هنلاقي في اخر اليوم فتحنا على الاقل صفقتين تلاتة. تمام. تاني رقم اتنين، ان المضاربة بتدينا فرصة اننا نلحق ببداية الحركة، يعني لو السعر هيبتدي يعمل اتجاه صاعد فهيظهر الاتجاه ده، بداية الاتجاه هيتظهر على الفريمات الصغيرة قبل الكبيرة، يعني هنلاقي
لو احنا بصينا بقى بجد يعني هنلاقي ان مثلا لو في عندي اتجاه صاعد على اليورو دولار، هنلاقي ان الاتجاه الصاعد ماشي اللي ظهر عندنا على الاطار اليوم هو ده ظهر اصلا على الاطارات الصغيرة او الفريمات الصغيرة الاول. هنلاقي ان الاتجاه بيبتدي يظهر على الاطارات الصغيرة، وبالتالي هتبقى عندنا فرصة كبيرة اننا نلحق الاتجاه من الاول، لان في مشكلة مثلا ان التداول اليوم على اطار مثلا اليوم احنا بنلحق الاتجاه في وقت متاخر لو قارناها مع الفريمات الصغيره، فاحنا في الفريمات الصغيره بتتيح لينا اننا نلحق ببدايه الحركه السعريه في وقت قصير. اخر ميزه بقى انها بتقلل المخاطره اللي ممكن تحصل نتيجه ابقاء الصفقه مفتوحه في الليل. ليه بقى؟ لان الصفقه بتوصل للهدف بسرعه، فعلى بالنسبة للمضارب أو متداول السكالبنج هتلاقي إن مفيش يعني مفيش إيه فكرة إن الصفقة تقعد لبكرة، تمام؟ فالمخاطر اللي بتنتج عن بقاء الصفقة مفتوحة دي بتقل جدا. ليه يعني إيه المخاطر دي بتتمثل في إيه؟ ممكن مثلا بيانات تطلع بالليل، ممكن حد يطلع بالليل، الناس اللي بتتابع قوي هنلاقي مثلا إن اليابان اجتماعات البنك اليابان بتطلع بالليل، البيانات بتاعت الصين واليابان واستراليا بتطلع بالليل، ونيوزيلندا كمان بتطلع بالليل، تمام؟ فانا مثلا لو فاتح على الاستراليا ولقيت ان في، صحيت من النوم لقيت ان انا كنت فاتح مثلا صفقه على الاسترالي دولار، صحيت من النوم لقيت الصفقه على الرغم ان شروط التداول ماشيه صح و100% صح وكانت الصفقه كسبانه، بس انا صحيت من النوم لقيت الصفقه خسرت. ليه؟ ده كان بسبب ايه؟ ممكن مثلا يبقى في بيانات في الصين، بيانات في الصين دي جت سلبيه، البيانات اللي في الصين دي هتاثر على استراليا لان مثلا استراليا احد اكبر الشركاء التجاريين مع الصين، فلو بيانات في الصين طلعت سلبية ده هيأثر، هيخلي الدولار الاسترالي يتراجع. ممكن مثلا بيانات تحصل في استراليا، ممكن اجتماع بنك اليابان مثلا يقلل الفايدة يزود الفايدة وهكذا. يعني مش عايزين برضو ندخل في التحليل الأساسي قوي، بس هي الفكرة بشكل عام ان دي كلها مخاطر. انا مش هفضل طول الليل صاحي، تمام؟ فالهدف والخسارة في المضاربة دي بتبقى قليلة جدا، فأنا كده بقلل المخاطر اللي ممكن تحصل نتيجة انعكاس الصفقة، وممكن بيانات أو أحداث أو حتى تصريحات من بعض أعضاء البنوك المركزية ممكن تأثر على تحركات العملة، وبالتالي فأنا المخاطر دي قللتها بقدر الإمكان بأن أنا مفيش صفقات أصلا بتقعد معايا لحد بالليل، تمام؟ هي لو في احداث، لو في حاجه حصلت انا بتنعكس قدام عليا، فممكن الحق اخد القرار المناسب قبل ما اخسر بشكل كبير. طيب اما بالنسبه بقى للعيوب، فالمضاربه دي بتزود التكاليف اللي بنتحملها نتيجه دخول الصفقات، لان بندخل صفقات كتير، تمام؟ وبالتالي هنزود تحمل حساباتنا في فروقات الأسعار اللي ممكن نتحملها كل ما نفتح صفقة. احنا عارفين ان كل ما بنفتح صفقة في منتج او زوج، تمام، ف بيبقى بيتشال مننا في الاول فرق السعر في فروقات الأسعار اللي هي السبريد، تمام؟ فانا عندي كل ما ادخل صفقات كل ما ايه هيبقى فيه ضغط على حسابي من ناحيه السبريد، السبريد هيزيد بدل ما انا بدخل صفقه واحده بسبريد مثلا 4 نقط او 5 نقط، كل ما هاجي ادخل صفقه مثلا هلاقي السبريد عندي خد من حسابي مثلا 16 نقطه في اخر اليوم، لو انا دخلت 4 صفقات مثلا بسبريد 4 نقط، مع ان سبريد 4 نقط مش كبير قوي، بس مثلا هلاقي في الاخر ان حسابي ناقص 16 نقطه بسبب السبريد، فده عيب طبعا من العيوب المضاربه. بس طبعا لو حققنا، لو الواحد قدر يعني لو كان هو متداول فعلا سكالبنج بيتداول بناء على الشخصيه بتاعته متوافق معاها، فال 16 نقطه دي مش هتفرق معاه قوي، تمام؟ تاني عيب اللي ممكن البعض يكون شايفه ان الارباح بتكون قليله، يعني ان احنا بندخل عدد صفقات كتير، تمام، بس في نلاقي ممكن في نهايه اليوم صافي الربح بتاعنا 20 نقطه، ال 20 نقطه دي ممكن نجيبها بسهوله
لو احنا متداول حتى على الساعة، مش هقولك على اليوم، متداول على الساعة، ممكن نجيبها في صفقة واحدة، ممكن نجيبها حتى في نص صفقة، يبقى يعني الهدف عندي 40 50 نقطة، تمام. فاحنا بندخل، المشكلة ان احنا بندخل في العيوب اللي ممكن الناس تشوفها في السكالبين، ان احنا بندخل عدد صفقات كتير في بهدف قليل، فهنلاقي ان صافي الربح نوعا ما مش كتير، مقارنة لما ندخل صفقة مثلا على الشهر، تلاقي أضعاف أضعاف صفقات التداول على السكالبنج. تمام، في حد كده؟ احنا خلصنا أول نوع من المتداولين اللي هو ايه، المضاربين في سوق العملات. في حد عنده سؤال أو استفسار بالنسبة للموضوع ده قبل ما نتنقل على بقية أنواع التداول؟ في حد عنده سؤال او استفسار؟ طيب تمام، نكمل. نيجي بقى لتاني نوع من انواع المتداول اللي في سوق العملات، هو المتداول اليوم او متداول متوسط المدى، بس احنا ما بنقولش عليه متوسط المدى، احنا بنقول عليه متداول اليوم. متداول اليوم ده نقول ان هو المتداول اللي بيفتح صفقات على الاطارات الزمنيه متوسطه المدى. زي ايه متوسطه المدى دي؟ من اول النص ساعه لحد الاربع ساعات. يبقى انا لو بتداول على نص ساعه، ساعه، اربع ساعات، يبقى انا كده متداول يومي. ممكن يفتح صفقه واحده في اليوم، ممكن يفتح اكتر من صفقه، بس يبقى يعني حد اقصى للصفقات غالبا بتكون 3 صفقات بس، تمام. على عكس المتداول قصير المدى والمضارب، ان احنا ممكن يعني زي ما قلنا يفتح 6 7 صفقات في اليوم عادي، وما عندوش مشكله، كل هدف 10 نقط وخلاص. لا، هو غالبا المتداول اليومي، بنقول يومي يعني ان هو يفتح صفقه في اليوم. متداول يومي يعني غالبا برضو الصفقات بتقفل في نهايه اليوم، يعني في اغلب الاوقات حتى هو كمان كمتداول بيفضل ان الصفقات ما تفضلش لتاني يوم، بيحب يخلص اول باول، لو حتى هيدخل صفقه واحده تخلص بنهايه اليوم، يعني بيكون الربح مثلا في متوسط 40 50 نقطه، وبرضه دي وارد ان هي تتحرك فعلا خلال اليوم، يعني اغلب الاوقات ما بيحبش يستنى لتاني يوم. تمام، ده هو المتداول اليوم. ايه هي بقى الصفات اللي انا لو انا اتحليت بيها زي ما قلنا في المضارب، هنيجي نقول على المتداول اليومي، ايه الصفات اللي انا لو تميزت بيها او انا جاوبت بيها ما دلوقتي مع نفسي الصفات دي فيا، يبقى خلاص انت بعد كده ما تتداولش غير على النص ساعة والساعة والاربع ساعات. ممكن مثلا تراقب الشورت الصبح على 4 ساعات، وتيجي تدخل تتداول على نص ساعة، يبقى كده تمام جدا. انت كمتداول متوسط المدى او متداول يومي، انت كده مشيت في الطريق الصح. اول حاجة يعني انت مش قادر تراقب الرسوم البيانية طول اليوم، تمام. احنا قلنا في المضارب في سوق العملات يا جماعه ان هو في امكانيه ان انا متداول متفرغ، يعني انا طول اليوم ما بعملش حاجه غير ان انا براقب الرسوم البيانيه، او على الاقل في اوقات التداول اللي انا محددها لنفسي. طيب المتداول اليومي بقى مش قادر يراقب، ما عندوش القدره او ما عندوش الوقت ان هو يراقب الرسوم البيانيه طول اليوم، بس في نفس الوقت عنده فرصه او امكانيه ان هو يراقب الشورت الصبح اول ما يصحى من النوم. يعني هو ممكن نقول في النص، هو في نفسه مش قادر يبص على جميع الاطارات الرسوم البيانيه او يراقب الشورت طول اليوم، بس في نفس الوقت عنده وقت ان هو اول ما يصحى من النوم او هو في الطريق للشغل بتاعه ان هو يبص على الشورت، تمام. وانسان انت ما بتفضلش ان انت تخلي الصفقة لحد بالليل، يعني مثلا دلوقتي انا من الناس اللي ما بحبش اسيب صفقات لحد تاني يوم. ليه؟ انا زي ما قلنا اهو من ناحية الجانب الاساسي او اللي هو التحليل الاقتصادي، هنلاقي ان هو بيبقى فيه اجتماعات بنوك مركزية بالليل زي بنك اليابان، ممكن زي الاحتياطي الاسترالي نيوزيلندا، في بتبقى يعني بيانات اقتصادية ممكن تحصل فيه، ممكن احاديث صناع قرار ممكن تطلع، ممكن كل ده حاجة تحصل في من ناحية سياسية بالليل، ممكن كل ده يأثر على الصفقة بتاعتي. فأنت لو ما بتفضلش إن أنت تسيب صفقتك
لحد بالليل، خليك ممكن في اليوم او في طبعا السكالبنج. بس لو انت لقيت ان الشروط الصفات اللي في السكالبنج اللي انت لازم تتميز بيها في السكالبنج مش موجوده، خلاص خليك في التداول اليومي اللي هو المتداول اليومي المتوسط المدى. تمام. لو انت برضو من نوع الاشخاص بقى في حياتهم الاجتماعيه او حياتهم بشكل عام، ان الناس في ناس كده نوعيه ناس قبل ما بتنام كل يوم بتبتدي تراجع ايه اللي حصل لها خلال اليوم، ايه هو يعني حاجه غلط هم عملوها، حاجه صح، طب انت لو مثلا انا في الموقف ده هعمل ايه، يعني من الناس اللي بتحب تفكر في اللي هي عملته خلال طول اليوم. تمام. انت لو كنت من الاشخاص دي او من نوعية الاشخاص دي، فانا بقول لك خليك في التداول المتوسط المدى على الاطارات الزمنية متوسطة المدى. ليه؟ لان ده هيتيح ليك بالليل، تمام، ان انت كل يوم، احنا قلنا ان اغلب الاوقات الصفقات بتقفل قبل نهاية اليوم، فده بيتيح بالليل ان انت قبل ما تنام تراجع، طب هل انا قمت دخلت صفقة صح؟ هل الصفقة دي حتى لو هي وصلت للربح هل كان المفروض ان انا ادخلها؟ طيب انا ايه اللي ممكن اعمله علشان امنع الخسارة المرة الجاية؟ ان انت بتراجع نفسك وبتقيم نفسك كل يوم بالليل. لو انت من الصفات، لو عندك الصفة دي، خليك في تداول متوسط المدى. تمام. لو كان عندك متسع، يعني مش هقول لك اللي هو انت تراقب الشورت، بس انت عندك درايه وخلفيه بالاحداث الاقتصاديه والبيانات اللي بتحصل في السوق، ماشي، بتتابع الاخبار بشكل، يعني انت من النوع الاشخاص اللي بتحب تتابع الاخبار. لو انت من النوع ده فخليك برضو على التداول متوسط المدى. ليه؟ لان طبعا الاحداث والبيانات الاقتصاديه اللي بتحصل طول اليوم اكيد هتاثر على الرسم البياني، بس انت مش بتحب تراقب الرسم البياني، يعني انت مش بتتوتر طول ما تلاقي الشورت قدامك وممكن تاخد قرارات غلط. تمام. فانت مش بتحب تبص للرسم البياني، بس انت بتحب تتطلع على البيانات الاقتصاديه، او لما تشوف ان طبعا تتطلع على البيانات الاقتصاديه، او لما تشوف ان في حاجه ممكن تاثر على الصفقه بتاعتك، او ايه اللي ممكن، بلاش ادخل مثلا النهارده في اليورو عشان مثلا في اجتماع بنك مركزي، بلاش ادخل النهارده في الدولار علشان في مثلا بيانات زي بيانات سوق العمل المهمه. فلو انت عندك الخاصيه دي ان انت بتحب دايما، او مثلا اللي بيحصل في الفتره الاخيره اللي حصل ما بين امريكا وكوريا الشماليه، طبعا انت عارف ان كل اللي بيحصل ده اثر على الدولار بالسلب، الدولار تراجع، الذهب طلع ليه؟ عشان حاله عدم اليقين. لو انت بتحب من تتفرج او تتابع الاحداث السياسيه والاقتصاديه في الاسواق العالميه بشكل عام، فده خليك مع التداول المتوسط المدى طبعا. تمام كده. تمام. طيب برضو زي ما قلنا، ايه هي مميزات وعيوب التداول المضارب، فاحنا هنا دلوقتي بنقول ايه هي مميزات المتداول اليومي وعيوبه. طيب مميزات، في عندنا فرصة ان احنا نلاقي كذا صفقة حلوة في اليوم. تمام. يعني بتبقى عندنا فرصة ان مش اليوم مش هيخلص ان شاء الله غير لما الاقي صفقة على الاقل حلوة، صفقة واحدة بس. تمام. فدي فرصة انك ايه، انك لو انت بتحب دايما تتريد كل يوم، فدي فرصة حلوة جدا ان انت تدخل على الاطارات، على التداول على الاطارات الزمنية متوسطة المدى زي النص ساعة والساعة والاربع ساعات. تمام. بس في نفس الوقت انت مش بتحب تراقب كتير الشورت، او بحكم شغلك مش عارف تراقب كتير الشورت، فخلاص بلاش السكالبنج، خليك في التداول اليومي. برضه بتصبح احتمالات عدم انك تلحق بدايه الحركه السريه دي بتبقى قليله. ليه؟ لان برضه، بس طبعا يعني السكالبنج بيبقى الاول، ان انت لو متداول قصير المدى او المضاربه او انت بتضارب في سوق العملات، فانت بتبقى عندك فرصه زي ما قلنا ان انت بتلحق الحركه السعريه او الاتجاه، بدايه الاتجاه من الاول. طبعا الفرصه دي موجوده في التداول اليوم، متداول اليومي اللي هو بيتداول على نص ساعه والساعه والاربع ساعات، لان برضو ان هي في عنده امكانيه ان هو يبتدي يلحق الحركه الاتجاهيه الجديده في وقت مبكر، يعني وقت بسيط، هنلاقي ان بدايه الحركه الصعبه او الحركه الهابطه بتنعكس خلاص على الشارت يا جماعه، يعني هو بتظهر على طبعا الفريمات الصغيره الاول، وثم بتظهر على الفريمات المتوسطه المدى.
طبعا مقارنة باليوم والأسبوع وكده، فالاتجاه ممكن أتأخر فيه جدا لحد ما أدخله أو ألحق بالاتجاه العام، لكن مع المتداول اليومي ممكن يلحق ببداية الحركة بشكل بسيط، يعني بشكل سريع. أما بالنسبة بقى لعيوب المتداول اليومي، زي ما احنا قلنا في تداول السكالبنج ان هو زيادة تكاليف فتح الصفقات، فدي برضو اللي هي السبريد عندي بيبقى كتير، فبرضو المتداول اليومي بيتأثر الربح يعني ايه الحساب بتاعه بيتأثر بتكاليف فتح الصفقات اللي هو السبريد نوعا ما. طبعا مش زي يعني بيبقى اقل شوية من المتداول السكالبنج، بس في نفس الوقت هو برضو عنده السبريد بيتأثر، لان لو مثلا فتح 4 صفقتين خلال اليوم كل صفقة السبريد بتاعها 4 نقط، يبقى الحساب بينقص من الاخر 8 نقط، تمام؟ او الهدف والخسارة بينقص منه، الهدف بينقص منه 8 نقط او الخسارة بيزيد عليه 8 نقط بس. فهي الفكرة ان هو مش مثلا مش 16 20 نقطة زي السكالبنج، بس في نفس الوقت ايه بيبقى برضه في نوعين نوعا ما السبيد، لان كل يوم انا بدخل صفقه، فكل يوم الصفقه بينقص منها السبيد، تمام؟ وبرضه زي ما قلنا في بعض الاحيان بقى المتداول اليوم لو هو ساب صفقته، ممكن احنا قلنا ان هو مش لازم بيسيب، يعني ما بيحبش يسيب صفقته لنهايه اليوم، بس في بعض الحالات مش لو مثلا دخل على الـ4 ساعات، مش يعني في اوقات كتير مثلا لو دخل على الـ4 ساعات هنلاقي ان هو او الساعه حتى ماشي، ممكن الصفقه ما تقفلش معاه لنهايه اليوم، فبتبقى في مخاطره ان هو سايب صفقته مفتوحه اثناء الليل، لان زي ما قلنا ممكن يحصل مستجدات في الاحداث، ممكن يحصل اجتماعات بنوك مركزيه، ممكن يحصل بيانات سلبيه او حتى ايجابيه، المهم ان هيبقى في مخاطر سواء من الجانب الصاعد او الجانب الهابط، يعني ممكن تاثر على حسابه يا اما بالايجابي يا اما بالسلب. على عكس السكالبنج، متداول السكالبنج مستحيل ما بيسيبش اصلا صفقته لتاني يوم، ففتره الليل دي عنده بينام وهو مرتاح ما بيتوترش. لكن المتداول اليومي ممكن تدخل فيه عيب بسيط جدا، ان هو وهو نايم متوتر. انا في ناس اعرفهم كانوا بيصحوا من النوم يفتحوا الميتا تريدر يشوفوا صفقتهم وصلت للربح والخساره ويناموا تاني، فده هيأثر على نومهم، هيأثر على نشاطهم الصبح، هيأثر على علاقاتهم حتى الاجتماعيه. فدي ممكن عيوب من عيوب المتداول اليومي يعني، بس مش كتير طبعا مقارنة بالمتداول طويل المدى، لكن هي نوعا ما أو في بعض الأحيان بتكون موجودة، تمام؟ طيب احنا كده خلصنا المتداول اليومي والمضارب في سوق العملات. حد عنده بقى استفسار أو سؤال بشأن الموضوع ده؟ عايزني يسألني فيه قبل ما نكمل؟ طيب نيجي بقى لآخر نوع من المتداولين في سوق العملات، وهو المتداول طويل المدى. يعني ايه متداول طويل المدى؟ اللي هو بيفضل الدخول على إطارات زمنية كبيرة زي الإطار الـ4 ساعات. ممكن يدخل على فكرة في التداول المتوسط المدى، وممكن يدخل في التداول طويل المدى. فهو المتداول طويل المدى يا إما ابتداء من الـ4 ساعات لحد بقى اليوم الأسبوع، وأحيانا كمان في ناس ممكن تدخل على فريم الشهر، مع إن ده بنسبة ضئيلة بس ممكن وارد إن الناس تعمل كده. ده هو ده بقى متداول طويل المدى. طبعا معنى إن أنا أقول على الإطار اليوم يعني شمعة واحدة بس في اليوم، فاكيد هو لو دخل على اليوم اكيد الصفقه مش هتخلص في يوم، مستحيل يعني، او بالنسبه الا بقى لو حصل حدث او بيانات خلت مثلا الصفقه تطلع 100 150، الشمعه تطلع 100 و150 نقطه خلال يوم واحد، ودي بتحصل يعني قليل جدا. لكن الطبيعي ان الصفقه ما دام احنا بنتكلم على الاطارات الزمنيه طويله المدى زي اليوم والاسبوع والشهر وهكذا، فغالبا بتقعد الصفقه اكتر من يوم. ممكن كمان صفقة واحدة واحد يدخلها متداول يدخلها طول الشهر، صفقة واحدة بس. وممكن كمان في ناس ممكن تقعد بالشهور، لو هم متداولين طويل المدى ممكن يقعد بالشهور ما يدخلش غير صفقة واحدة. طيب
ايه هي بقى الصفات بقى اللي احنا إيه، لو انت عندك الصفات دي، لو انت عملت تشيك صح على اللي انت يعني بتتمتع بالصفات دي، فخلاص كنت هقول لك كده خليك متداول طويل المدى. لو انت انسان صبور، انت انسان بطبعك بتصبر على الحاجة اوقات طويلة جدا. لو انت انسان صبور مش بتتأثر او بتتوتر ان انت مش عايز تاخد اكشن، يعني انت بتستنى الحاجة لحد ما تحصل في وقتها، بتحب تستنى كل حاجة لوقتها، خلاص خليك في الفريمات طويلة المدى. تمام. طيب لو انت برضو ما بتتوترش من وجود صفقات مفتوحة، يعني انت واحد مثلا زي هتيجي تقارن واحد بيفضل التداول على الفريمات الصغيرة ولا واحد بيفضل التداول على الفريمات الكبيرة، هتلاقي المتداول على الفريمات الصغيرة بيتوتر جدا، بيتوتر يا جماعة بجد، هتلاقي نفسك بتتوتر ان انت قاعد قدام الرسم البياني مش قادر تقوم من على الشارت، انت عايز الصفقة تخسر يا اما تكسب وتنجز، عايز الصفقة تقفلها بايدك، ايدك خلاص مش قادرة تمسك الماوس او تدوس اكزيت على الصفقة تقفلها، خلاص كده انت جبت اخرك من الموضوع ده مش قادر. لكن طويل المدى بيشوف الصفقة قدامه شغالة بالأيام، ما بيتوترش حتى لو الصفقة عكست عليه، يعني حتى لو الصفقة عكست عليه هو ما بيتوترش، لا هو يعني صابر شيء مستني. ممكن عايز أقول لك كمان اللي هو الناس اللي بيبقى عندها برود، أو اللي هي يعني إيه بتحب تاخد كل حاجة في وقتها، ما بتحبش تستعجل، يبقى كده تمام، خليك أنت كده في التداول الطويل المدى. تمام. برضو في حاجة، في ناس ما بتحبش تدخل صفقات كتير، يقول لك ايه انا كفاية عليا يا عم صفقة واحدة في اليوم، يبقى صفقة واحدة في اليوم يبقى انت خليك في التداول المتوسط المدى زي اللي هو المتداول اليومي. لكن لو انت مثلا بتقول انا يا عم لا مش عايز صفقة غير واحدة في الاسبوع، واحدة في الشهر، فاللي هو لا خليك بقى انت ما دام بقى لو صفقة عندك، في ناس بطبعها لو صفقة عندها كسبت عملت ربح ما تدخلش غيرها طول الاسبوع، يقول لك صفقة واحدة انا كده جبت التارجت بتاعي الاسبوع انا مش عايزة ادخل تاني، خلاص يبقى انت خليك في متداول طويل المدى. لو انت مثلا بطبعك حتى لو صفقة وقفت راحت توقف الخسارة، فانت بتخاف تدخل في صفقة تانية تاخد قرارات غلط، فبتعمل ايه؟ لا خلاص صفقة خسرت كفاية عليا كده لحد ما اهدى وانسى اللي حصل لي وبعد كده ارجع اتداول تاني. يبقى انت كده خليك في الفريمات طويلة المدى زي ما قلنا اليوم والشهر والاسبوع وهكذا حتى ال4 ساعات كمان. تمام. بص انسان انت بتشتغل تمام، بس عندك كذا حاجة في حياتك بتمنعك ان انت تراقب الرسوم البيانية باستمرار. زي ما احنا قلنا المتداول اليومي اللي هو متوسط المدى برضه بيبقى عنده شغل او مش فاضي يراقب الشارت طول اليوم، بس على الاقل بيراقبه مره في اليوم الصبح. لكن المتداول طويل المدى او يراقب حتى الاحداث البيانيه بشكل الاحداث الاقتصاديه بشكل كبير كل يوم، فده كده خليك في خلاص خليك في التداول طويل المدى وخليك في الفريمات اللي هي الكبيرة. طبعا زي ما قلنا لو هو انت عندك وظيفة بدوام كامل بس انت مشغول فيها جدا 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 مقارنة بمتداول المتوسط المدى. يعني بص في ناس زي ما احنا قلنا في الأول، رقم 6 دي الالتزام بالهدوء في حياتك الاجتماعية عند حدوث شيء غير راضي عنه، يعني ان انت لما بيحصل حاجة عكس رغبتك او عكس ارادتك في حياتك الاجتماعية انت مش بتاخد اكشن سلبي او اكشن بشكل همجي، لا انت بتبقى هادي في كيفية التعامل مع المواقف اللي بتواجهك. انت لازم تكون صريح مع نفسك، انت في حياتك الاجتماعية هل انت انسان صبور؟ هل انت انسان لو حصل حاجة عكس رغبتك او حصل حاجة او مشكلة ليك او حاجة كبيرة حصلت ليك بشكل سلبي، هل انت هتعمل ايه؟ هتتأثر
وهتكتئب فترة، ولا انت بتعرف تتعامل مع المشاكل او هتاخد اكشن بسرعة، ولا انت هادي وهتستنى هتصبر هتشوف ايه اللي هيحصل لك بعد كده. انت اللي جاوبت وقلت اه انا هصبر وهلتزم بالهدوء ومش هتوتر وههدى، خلاص انت خليك متداول طويل المدى، انت مش هتتأثر لما تشوف الرسم البياني قدامك، هتشوف الصفقة قدامك عكسك، يعني ممكن الصفقة تعكس 30 نقطة وانت عندك لا مبالاة، انت مش متوتر، انت واثق من الاستراتيجية اللي هو حطتها وصابر لحد بقى اما ايه توصل للهدف بتاعها، حتى لو وصلت توقف في الخسارة فانت برضه ما عندكش مشكلة، ما بتتوترش. تمام؟ وزي ما قلنا بقى مميزات وعيوب كل نوع من انواع المتداولين، هنيجي دلوقتي على اخر نوع اللي هو مميزات المتداول طويل المدى وعيوبه. طيب مميزاته، ماشي، اول نقطة تكاليف فتح الصفقات بتكون بقى صغيرة زي ما قلنا بقى، ده شوفوا بقى احنا كنا بنقول في السكالبنج المشكله او العيب اللي في السكالبنج ان انا في السبريد او فوق الاسعار بيبقى عندي كبير جدا، بتحمل الحساب بتاعي بيتحمل فوق اسعار كتير. تمام؟ لا انا هنا بقى في المتداول طويل المدى السبريد اللي بيتحمله الحساب قليل، ليه؟ لان انا بدخل صفقه واحده كل كام يوم، صفقه واحده في الاسبوع، صفقه واحده في الشهر، ممكن بالشهور ما ادخلش، فما فيش سبريد كبير. يعني انا لو دخلت صفقه واحده تمام فالسبريد اللي هيتحمله الحساب بتاعي 4 نقط بس، خلاص كده دي ميزه كبيره جدا 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 بيتمتع بيها التداول على الاطارات الزمنيه الكبيره، ان انا مش هدخل غير صفقه واحده فالسبريد اللي عندي اللي هيتحمله الحساب هيكون قليل. تاني حاجه ان احنا مش لازم نراقب الرسم البياني باستمرار، ده يعني عايزه اقول لكم يا جماعه ممكن يكون ميزة عند ناس كتير جدا، انا مش مضطرة افضل مراقب الرسم البياني، انا ما بحبش كده، انا شايف ان ده تضييع لوقتي فانا مش عايز ادخل صفقة وانساها. فده بميزة للناس اللي بتفكر بالطريقة دي، ان انت مش هتضطر خلاص ان انت تراقب الرسم البياني باستمرار. تالت حاجة ان يكون عندك متسع من الوقت للتفكير. لو احنا قارنا مثلا السكالبنج شمعة كل دقيقة، شمعة كل 5 دقائق، فانت لو ما خدتش القرار دلوقتي حالا يبقى كده في 5 نقط ضاعوا عليك من غير سبب. طيب يبقى انت لازم تاخد القرار بسرعة. هل انت في حياتك الاجتماعية بتقدر تاخد القرار بسرعة ولا لازم محتاج وقت وتأني عشان تعرف تاخد قرار في حياتك؟ هل انت من الناس دي؟ لو انت من الناس اللي بتحب تتأنى علشان تاخد قرار وتقعد تفكر فيه كذا يوم وكذا اسبوع كمان، يبقى خليك في التداول طويل المدى، لان التداول القصير المدى والسكالبنج والمتداول اليومي ده انت كده هتقع لانك انت هتاخد قرار غلط. لكن لو انت بتفضل انك تركز او ان انت تاخد متسع من الوقت، يكون عندك متسع من الوقت ان انت تتداول وتفكر ان انت تفكر كويس قوي في اي قرار انت بتاخده في حياتك الاجتماعية، فده هيتيح ليك متداول على الاطارات الزمنية الكبيرة، ده هيتيح ليك ان انت تفكر بشكل في يوم، شمعة في اسبوع، فانت عندك متسع من الوقت، عدد النقط اللي هيضيع منك مقارنة بالربح والخسارة هيكون قليل جدا على عكس السكالبنج. تمام؟ اما بقى عيوب المتداول طويل المدى، ان هي طبعا لو عكست عليك الصفقة فانت كده ضيعت خلاص عدد كبير من النقط، لان مثلا هتلاقي وقف الخسارة مثلا 100 نقطة، فانت لو صفقة عكست عليك فانت خسرت من حسابك 100 نقطة. طبعا لازم بيكون عندك يفضل يعني ان المتداول طويل المدى يكون الحساب بتاعه يكون كبير يعني شوية عشان يتحمل الخسارة بتاعته دي. ممكن تقعد بالاسبوع، ممكن كمان توصل بالشهر ما تفتحش صفقات، فده ممكن يضيع عليك انك تلحق، زي ما قلنا انك تلحق الاتجاه من الاول ممكن يضيع عليك صفقات كتير، بس في المقابل صفقة واحدة ممكن بتعوضك عن كل اللي بيحصل ده. تمام؟ كده احنا خلصنا مميزات وعيوب المتداول طويل المدى. في حد عنده استفسار او سؤال عشان الموضوع ده؟ ممكن الشخص نفسه يجمع ما بين كل انواع المتداولين. هو انت ممكن تلاقي خصائص
في القصير المدى، خصائص في المتداول اليومي، خصائص في طويل المدى. بس شوف انت اكتر صفات انهي بتنطبق عليك. ما ينفعش تيجي تقولي انا هبص اصل انا لقيت ان كل الصفات بتاعتي موجودة فيا وخلاص انا كده هتداول على كل الفيميل. طب ثانية واحدة، بالنسبة للنقطة بتاعت الصبر اللي بتختلف فيها جميع الاطوات الزمنية، انت او انت انسان صبور ولا لا؟ اه يا لا، ما هو ما ينفعش تقول انا اه انسان صبور واه انا انسان مش صبور. لو انت اه انسان صبور خلاص خليك بقى في المتداول طويل المدى، لو انت انسان مش صبور خلاص يبقى استنى بقى نشوف، يا اما اليوم يا اما السكالبنج. تمام، يبقى انت حط تشيك، اعمل تشيك على انت كتبت خلاص او انت كل الصفات هنا فيك وهنا فيك وهنا فيك، يعني في صفات فيك هنا وفي صفات فيك هنا وفي صفات فيك هنا، بس ما ينفعش ان انت تجمع ما بين التلاتة. وشوف انهي نقطة، يعني مثلا السكالبنج انا صفاتي متوافقة 3 نقط، في طويل المدى صفات المتوافقة فيا نقطتين، المتداول اليومي الصفات المتوافقة فيا نقطة واحدة، مع ان في صفات هي متوافقة بس احنا لقينا هنا 3 وهنا 2 وهنا 1، يبقى 3 هو اللي يكسب، يبقى انا كده هبقى متداول قصير المدى او متداول سكالبنج. تمام كده، ما ينفعش تبقى جميع المتداولين كده، انت بتشتت نفسك زي ما قلنا في اول الحلقة، ده كده بيبقى نندرج تحت بند التشتت، وده هيخلينا ناخد صفقات او ندخل صفقات غلط بشكل كبير جدا. نستخدم الفريم اليوم في التداول، ممكن نستخدم متوسط المدى في تحديد الاتجاه وندخل بعد كده على السكالبنج. بصوا هو لو ممكن نجمع ما بين اطارين، ماشي، ان انا اعمل ايه، ابص على يعني اراقب الاتجاه الاتجاه فيه على الفريمات الكبيره، وبعد كده ادخل على الفريمات الصغيره. دي ممكن استراتيجيه، بس هل استراتيجيه التداول بتاعتك كده ولا لا؟ تمام، حتى لو استراتيجيه التداول بتاعتك كده، ففي ناس بتفضل تعمل ايه، يعني انا مثلا بقول السكالبنج يا جماعه على النص ساعه من اول الدقيقه لحد ربع ساعه. تمام كده، طيب انا ممكن اراقب الشورت على ربع ساعه وادخل على الدقيقه، ممكن بالكتير اراقب على الساعه وادخل على الدقيقه يعني، بس ما اراقبش على اليوم وادخل على الدقيقه، دي مستحيل. تمام، بس انت قبل ما تقول انا هراقب على كذا وهدخل على كذا، لازم تحدد النوع، انت انهي متداول، انت قصير المدى ولا طويل المدى، دي اهم حاجه. تمام، لو انت قصير المدى ماشي خلاص، انت ممكن تراقب على متوسط المدى وتدخل قصير المدى، لو انت طويل المدى ممكن تراقب على، لو انت متداول يومي ممكن تراقب على الاطارات الزمنيه الكبيره وبعد كده تدخل على الاطارات الزمنيه المتوسطه، او ممكن مثلا الاطارات الزمنيه المتوسطه دي من اول النص ساعه ل4 ساعات، يبقى ممكن اراقب على ال4 ساعات وادخل على نص ساعه. ادي الفكره دي قادره توصل لكم؟ بس ما ينفعش اراقب ال3 انواع، ما ينفعش. طيب في حاجه بس نصائح بقى دي لازم نخلي بالنا منها، لو انت قررت ان انت بعد كده هتبقى مضارب مثلا في سوق العملات، لو انت النصائح الصفات دي طلعت فيك وانت قلت خلاص انا هبقى مضارب في سوق العملات، لازم نخلي بالنا من كذا حاجه. النصايح بقى، اول حاجه ان انت لو مضارب خليك دايما تتداول على او راقب الشورتات اللي بتتوفر فيها السيوله، اللي عليه علشان السعر يتحرك على طول، مكسب يا خساره تنجز. تمام، اما تجيش، لا انت لو مضارب حاول تركز بشكل كبير جدا على الاسواق اللي بتتوفر فيها السيوله، زي ايه، اليورو دولار، الاسترليني دولار، الدولار ين، والدولار فرانك. تمام، ما تجيش تقول لي مثلا انا هتفرع هراقب مثلا استراليين او هكذا، لا انت لو سكالبنج يفضل ان انت تدخل على الازواج اللي فيها سيوله عاليه علشان الصفقه تروح يا مكسب يا خساره وتبتدي تشوف غيرها. تاني حاجه ان انت ما دام سكالبنج يعني انت ما عندكش وقت تفكر كتير. تمام، ليه؟ لان الصفقه خلال دقيقه الصفقه بتروح منك، وخلال دقيقه الصفقه ممكن ما تروحش منك، يبقى انا لازم اتابع زوج او زوجين بالكتير، ما شتتش نفسي ما بين ازواج كتير، ما اجيش اقول اصل انا سكالبنج بس انا هبص على 10 ازواج، انت ولا هتلحق تبص على 10 ازواج وهتدخل صفقات غلط وهتضيع منك الصفقات كانت المفروض انها تبقى صح وتوصل للهدف. لازم نتابع خطة رأس مال علشان خاطر ما اجيش اقول انا هدخل 10 صفقات في اليوم، وانا برضو لازم احط ليميت للصفقات اللي انا المفروض احطها. تمام كده، ما ينفعش برضو عشان سكالبنج انا ادخل 20 صفقة في اليوم، لا الكلام ده مش منطقي خالص، لازم اتبع ادارة خطة ادارة رأس المال. لازم برضو طبعا كالعادة المكسب يبقى على الاقل ضعف الخسارة،
أو يفضل إن هو يبقى ضعف الخسارة بنسبة كبيرة، يعني أسوأ حاجة إن المكسب يبقى قد الخسارة واحد لواحد. تمام. برضو زي ما قلنا في الأزواج اللي بتتوافر فيها السيولة لازم برضو اختار الأوقات العمل اللي بتتوافر فيها السيولة، يعني ما جيش أقول أصل أنا هسهر بالليل وتداول في الفترة الآسيوية، الفترة الآسيوية السيولة فيها منخفضة جدا، فالصفقة هتقعد عندي كتير، مفيش أصلا تحركات في السوق، فأنا يفضل إن أنا أتداول في الفترة الأوروبية والأمريكية، لأن دول أكتر فترتين فيهم السيولة عالية، وأكتر أكتر بقى فترة تداول فيها السيولة ما بين الفترة الأمريكية والأوروبية اللي هي 2 لـ5 بتوقيت جرينتش أو 4 بتوقيت جرينتش، دي بتبقى أكتر فترة فيها سيولة، يعني إن أنت تجمع ما بين الفترتين الأوروبية والأمريكية مع بعض. وطبعا إحنا ما ينفعش نختار المنتجات ذات الفوارق السعرية الكبيرة السبريد بتاعها السبعة والثمان نقط، ده مستحيل، لأن أنا لو دخلت السبريد في صفقات في أزواج أو منتجات الصفقات السبريد بتاعها 7 نقط، ف7 نقط في 3 صفقات في اليوم، يبقى أنا كده ضيعت 21 نقطة بدون أي شيء. تمام كده، يبقى دايما اختار الازواج اللي السبريد بتاعها بيبقى صغير. اما بالنسبه للمتداول اليومي فالنصايح، طبعا لو انت طلعت من الخصائص بتاع المتداول اليومي ان انت خلاص كده هتتابع بعد كده التداول اليومي، فخليك دايما النصايح دي. اول حاجه ان انت لازم تتابع الاحداث والبيانات الاقتصاديه، مش لازم تتابع بالشرط، بس اهم حاجه انك تتابع البيانات الاقتصاديه بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان خاطر انت من غير ما تعب الشوط هتعرف ايه اللي ممكن يأثر على الزوج وايه اللي ممكن يأثر على السعر. زي ما قلنا طبعا ما تراقبش بس مباني كتير عشان ما تتوترش، ولازم يعني او يفضل المتداول اليومي ان هو يحلل الزوج اللي هيدخل عليه او الازواج اللي بيدخل عليها، يحللها او لما يصحى من الصبح علشان ما يضيعش فرصة من اول اليوم كانت ممكن توصل للهدف بحلول نهاية اليوم، ما يجيش على الساعة مثلا 7 8 بالليل يقول اصلا انا هفتح وتداول صفقة تداول يومي. طب ازاي وانت اصلا اليوم خلاص بيخلص؟ يبقى تداول اليوم لازم نبتدي من اول اليوم نراقب الشارت او لما نصحى من النوم. اما بقى المتداول طويل المدى فس يعني الخصائص بتاعته، لو انت طلعت من الصفات بتاعتك انك لازم تتداول على الفريمات الكبيره، فطبعا لازم ننصحك دلوقتي ان انت تضع الاوامر وقف الخساره او النقاط وقف الخساره عند مناطق منطقيه. ما ينفعش اجي اقول اصل انا هتداول على الاطارات الزمنيه اليوم والاسبوع وكده وهحط وقف خساره 50 نقطه، انت كده بتضحك على نفسك وبتضحك على اي حد هتقول له، والصفقه هتخسر وهتروح للستوب لوس وخلاص، يعني 30 نقطه لا خلاص ما فيش امل. انت قررت انك تبقى متداول طويل المدى لازم تحط وقف الخساره عند مستويات منطقيه. طبعا الهدف لوقف الخساره 2 لـ1 طبعا، او 1 لـ1 او 3 لـ1 على حسب انت هتحط ايه، بس اهم حاجه وقف الخساره يبقى عند مستويات منطقيه، سواء بقى دعم، سواء مقاومه في حاله الشراء، سواء مثلا عند خط اتجاه، سواء عند شمعة نموذج انعكاسي، ما علينا، بس سواء بقى اللي انت هتحطه، بس المهم ما تجيش في نص الشرط كده بدون اي عند اي مستويات فنية علشان خاطر انا عايز ستوب لوس قليل، لا ده كده خلاص فكر في اي تداول تاني غير الاطارات الزمنية الكبيرة. طبعا لازم نحدد اداره خطه راس المال، لازم اقصى حجم او اعرف اقصى حجم قبل ما ادخل الصفقه، ايه اقصى حجم ممكن الخساره، يعني اقصى حجم الخساره ممكن يتحملها حسابي بدون ما يضرب المارجن كول. تمام، لازم طبعا اتمتع بالصبر، ودي خاصيه طبعا لو احنا قلنا صفه ان انت متداول يومي فانت لازم تكون صبور. من الاخر ما تتوترش ما بتيأس، انسان صبور بتستنى وصول الهدف بتاعك في يوم يومين اسبوع شهر وهكذا. تمام، طبعا لازم تتابع الاحداث، ما تتابعش بيانات اقتصاديه واللي هي مثلا مش عارفه حاجات بسيطه او كده، او يعني راي صناع قرار، تصحيح صناع قرار كده، بس انت ممكن تتابع الاحداث بشكل عام، زي ما قلنا مثلا الفتره اللي كانت الصراع ما بين كوريا الشماليه وامريكا، فلازم تكون على علم بالموضوع ده. ليه؟ لان الدولار نزل لفتره طويله من الوقت، الذهب طلع لفترة طويلة من الوقت، فده ممكن نستفيد منه، يعني نتابع الأحداث بشكل عام.
اللي هتأثر على العملة على المدى البعيد. أنا قلت لكم أقصى مخاطرة للصفقة تبقى كام من الحساب؟ أنا بفضل إن هي تبقى المكسب ضعف الخسارة، يعني 2 لـ1، أو كمان في ناس بتفضل تريبل اللي هي 3 أضعاف، يعني 3 لـ1. 1 لـ1 في ناس بتحب تفضلها، بس أنا مش من النوع ده. لازم يعني في أسوأ الظروف ممكن أعمل 1 لـ1، لكن أغلب الوقت بتبقى 2 لـ1 يا 3 لـ1. طبعا دي يعني مخاطرة منطقية جدا. ليه؟ علشان خاطر يعني حتى لو صفقة ضربت وقف الخسارة، فأنا عارف إن الصفقة الجاية هتعوض ضعف وقف الخسارة اللي أنا حاطه. طيب، في أي سؤال أو استفسار بقى بشأن المحاضرة بشكل عام؟ في أي سؤال أو استفسار عن المحاضرة؟ في حد عنده استفسار قبل ما ننهي المحاضرة النهاردة؟ طيب، قبل ما ننهي، زي ما قلت لكم، اهم حاجه ان هو انت يعني خلاص كتبت الايه الخصائص او ايه الحاجات اللي انت بتتمتع بيها. شوف اكتر عدد من الصفات اللي انت تمتعت بيها، على انهي فريم او على انهي طور زمني، وخليك في نوع المتداولين ده. الموضوع ده هيأثر عليك جدا فيما بعد. وزي ما قلنا، ان شاء الله اول ما المحاضره تنزل على موقع اليوتيوب، يعني يا ريت تعملها سيف وخليها عندك بين الفتره والتانيه، لازم تدخل تسمعها، لان هي في الموضوع هيأثر عليك جدا. في حد بقى عنده استفسار او سؤال قبل ما ننهي النهارده؟ كده احنا وصلنا لنهايه محاضرتنا النهارده. اتكلمنا فيها طبعا عن الاطارات الزمنيه، وازاي نقدر نحدد شخصيتنا، ازاي نقدر نحدد الاطار الزمني بتحديد الشخصيه بتاعتنا. اتكلمنا على 3 انواع متداولين: المضارب في سوق العملات او السكالبنج، المتداول اليومي، ومتداول طويل المدى. شفنا صفات كل واحد فيها، وبعد كده قلنا ايه هي النصائح اللي المفروض لو انت قررت انك تبقى بعد كده فيما بعد متداول يومي، ايه النصائح اللي انت لازم تتبعها علشان خاطر ما تقعش في غلط، او تقدر تحقق ارباح بشكل كبير. كده انا وصلنا للنهايه النهارده. اتمنى ان انا اكون افدتكم وضفت معلومات جديده. اشوفكم في محاضرات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.